التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الاقتصادي تستلزم استحداث خدمات جديدة وتطوير خدمات قائمة، وتعتمد استراتيجية غرفة تجارة وصناعة عجمان على تعزيز تواصلها مع أعضائها ومجتمع الأعمال في الإمارة لبحث واقع ومستقبل القطاع الاقتصادي بتنوع مجالاته الصناعية والتجارية والخدمية. منصة إشعار جاءت لتوفر قناة تواصل جديدة بين الغرفة ومجتمع الأعمال للمشاركة في تقديم الحلول التطويرية والمساهمة في رسم السياسات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني ishar.ae. تتيح المنصة للمشاركين تسجيل التحديات التي يواجهونها أثناء ممارسة الأعمال ووصفها والحلول المقترحة وطريقة متابعتها مع فرق العمل المتخصصة. ننتظر مشاركتكم وآراءكم لبيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية.